مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم وحبابكم عشرة من السعودية الرياض، قناة السعودية 24، قناة السودان 24 الآن، لكل زول في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم، وكل يوم سهرانين معاكم أنا وناهد إن شاء الله. إن شاء الله أراكم ملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رفقة سعيدة ورفقة طيبة ناهد، كيف؟ مساء الخير عليك. مساء النور أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وسهلا. مساء الخير عليكم مدينة الرياض، أهلا بكم وسهرانين معكم إن شاء الله يوميا على قناة السودان 24 الآن وهي ضمن قنوات سعودية 24. مساء الخير عليكم دائما إن شاء الله يا رب بخير، سهرانين معكم إن شاء الله اليوم. أهلا وسهلا، وعندنا خبرنا الأول قبل ما نرحب بضيوفنا. إن شاء الله أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة نيالا بجمهورية السودان الشقيقة بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية. وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 2500 حالة وإجراء 270 عملية جراحية، فضلا عن توزيع 950 نظارة طبية. وتأتي هذه الحملة امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة. إذن ها هي السعودية دوما تقف مع السودان جنبا إلى جنب، داعمة له في كل المجالات، واقفة معه أيضا في كل يعني دائما نحن بنقول الجار للجار والناس بالكل، والكل برب العالمين، والكل برب العالمين بالكل إن شاء الله. لكن إحنا بنقول إنه المملكة العربية السعودية دائما نجدها سباقة، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دائما هو سباق للكثير. مؤسسة البصر الخيري أيضا تقوم بالعديد في مجالات العيون، سواء كانت معالجة العمى أو توفير النظارات وتوزيع كمان كثير من الأشياء التي تخص الأمراض البصرية. إذن بنشكر حكومة المملكة العربية السعودية مليكا وولي عهدا وشعبا. شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وخص بالتحية كمان مركز الملك سلمان، ومتعود دائما انه هو يقدم مساعدات للسودان. في خلال ال 12 شهر الماضية قدم كثير من المساعدات والمساهمات. مؤسسة البصر ايضا كمان هي من الداعمين جدا للسودان، دعموا السودان بشكل كبير في الفترة الفاتت. الشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. اهلا وسهلا بضيوفنا داخل الاستوديو، شرفتونا كثير جدا الليله، ونحن سعيدين الليله بوجودكم معنا. شكرا لكم لتلبيتكم الدعوه وجيتكم لنا لحد هنا، شكرا لكم كثير. بنرحب بالاستاذ طارق احمد محمد صيام، مهتم بالشؤون الثقافيه والاجتماعيه. اهلا وسهلا بك وحبابك عشره. يا مرحب بك استاذ ابراهيم، مرحب بك استاذه ناهد. نتمنى انه نقدم ماده مفيده للساده المشاهدين. يا أهلا بك. إن شاء الله موضوعنا اليوم طبعا جميل جدا عن التربية وتحديات الغربة أكيد ومسؤولية الأبناء. أيضا مشرفنا داخل الاستوديو الأستاذ عبد الرحيم علي إبراهيم، مهتم بشؤون الثقافية والاجتماعية. أهلا بك، مساء الخير عليك. مرحبا بكم جميعا سيد إبراهيم، أستاذ ناهد، مرحبا بكم. يا أهلا وسهلا. في بداية حلقتنا دائما بنرحب بضيوفنا، والكنترول بيهدي لنا هدية جميلة لضيوفنا ولمشاهدينا. نشوف الكنترول بيهدي لنا شنو، نجيكم راجعين تاني إن شاء الله. تحية لكم أعزائي المشاهدين وما كنتوا، أهلا بكم. وأكيد الغربة أقصى نضال والغربة سترة حان. نتمنى لكم دوام العافية والصحة إن شاء الله، دائما بخير، وكل المغتربين يا رب بخير أينما كانوا في أي وجهة في دول العالم. دائما أنا بقول إنه إحنا كأبناء السودان يعني متناسين في جميع أنحاء العالم، ودائما بقول إحنا زي العقد الإنفرط، كل واحد فينا في مكان، نتمنى أن ينضم هذا العقد في يوم ما ويعلق على جيد الوطن. أنا بحييكم كثير جدا، واليوم الموضوع هو مهم أصلا لصعوبته، أصلا تربية الأطفال أو الأبناء عموما صعبة والأطفال صعبة، فما بالك بأنها هي في الغربة. مع ضيوفنا الأكارم حنناقش الموضوع ده. أهلا بكم وسهلا، مساء الخير عليكم. في بداية الحلقة دي نتعرف بكم، نعرف مشاهدينا أنا بكم برضو كمان. تفضل الأستاذ طارق. أنا طارق أحمد محمد صيام، مقيم هنا في الرياض،
لي حوالي 20 سنة في المملكة. ما شاء الله. اشتغل في شركة اسمها شركة مفاد للصناعات الغذائية اللي هي اسكريم كونزون. شغال فيها مسؤول مشتروات. من وين اصلا في السودان؟ انا اصلا حلفاوي. من حلفا؟ اي حلفاوي وساكن الشجرة. تربيت وتولدت في الشجرة. الدراسة كلها في الشجرة؟ الدراسة في الشجرة كلها والثانوي في الأميرية الثانوية والثانوي العالي في الخرطوم الشعبية الخرطوم برضو والجامعة جامعة القاهرة فرع الخرطوم اللي هي النيلين الآن. درست فيها تجارة؟ نعم درست كلية القانون حقوق. نعم نعم جميل إن شاء الله موفقين يا رب. أستاذ عبد الرحيم برضو نعرف عنك الكثير وين اتولدت وتربيت وكذا. أيوه عبد الرحيم علي إبراهيم أحمد مواليد الخرطوم بحري خاتمية ودرست في كلية شرق النيل كلية الاقتصاد والتجارة الدولية. شرق النيل في أم درمان مش كده؟ في كانت في البداية في أم درمان وبعد ذاك اتنقلت في بحري. هاي جميل حقيقي. هاي. والآن لك كم سنة في السعودية؟ تقريبا الحين 23 سنة في السعودية. ما شاء الله 23 شغال في السعودية شنو؟ في السعودية في شركة مقاولات مدير المشاريع شركة مقاولات أجياد الخليج للمقاولات متخصصة في أعمال العزل والصحة الخرسانة وهذا المجال. إن شاء الله موضوعنا اليوم زي ما قلنا عن تربية الأبناء وطبعا يعني عارفين أنه تربيتهم ليست بالسهلة أصلا فرأيكم شنو في تربيتهم في الغربة اللي هي أنت بتتحمل عليك بيكون عليك هي الغربة سترة حال والغربة ألم والغربة صحيح. وإن كان المملكة العربية السعودية ليست هي بالغربة فعاداتنا وتقاليدنا ولغاتنا وحدة ولا نحس أبدا بأنه إحنا هنا ما زي الدول الأجنبية يعني صحيح. كلمنا أستاذ عبد الرحيم عن تربية الأبناء في المملكة. والله في الحقيقة هنا بتكون أصعب من بالنسبة أصعب من السودان. في السودان بتوجد الخالة العمة الأهل كلهم بيربوا معك أسرة ممتدة. الأسرة ممتدة هنا عكس السعودية. السعودية بتكون بس الأسرة في حد ذاتها زوجة الشقال أحيانا فهنا بتكون صعبة بالإضافة لأنه كلهم بيكونوا في تربية شبه مغلقة بظروف العمل بظروف الوضع في السعودية أنه ما عندهم مساحة كبيرة. طيب ما هي عكس السودان. طيب ما هي أحسن من الأسرة الممتدة؟ معلش أنا بسألك يعني ما أي. ما أنا بأكد لكن ما هي أحسن في إنه أنت قادر تكون على علاقة مباشرة جدا مع أولادك قادر تنهي أو تأمر أو تودي أو تجيب ببال رايك الأسرة الممتدة يتدخل الخال والحبوبة والجدة لا ما تضربه وما تخليه عارف طبعا الحنية اللي هناك. صحيح صحيح. البيوت المفتوحة. حقيقة في المحلة دي. جانبك الصواب حقيقة هي ما في أي أدنى شك بس كمان يعني عندهم برضو الدور الإيجابي هناك في المساعدة فالخصوصية في الخصوصية فعلا هنا بيكون عندك ال 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 الكنترول العالي بدرجة إنه تكيفهم حسب ما أنتوا حسب ما الواحد عايز. أما في السودان يعني في تدخلات بتكون وإن كان بعضها بيكون في محاولة لأنه يكونوا للأفضل يعني ما بتكون كلها سيئة قد يكون في قليل تقدر توجه فيه بعدك فبعتقد أنه هنا شوية بالنسبة لنا يعني الدور كبير كبير على الأسرة هنا. فعلا الدور كبير هنا وشقق المغلقة أستاذ طارق برضو كمان عندها برضو سلبيات اللي ممكن تكون يعني غالبا ما نشوف الأطفال هنا بيطلعوهم الجمع في استراحات مع يعني جمعية وليس كل الوقت حتى وليس كل الجمعة أيوة ما كل الجمعات يعني صح. تختار جمعة من شهر أو جمعة من شهرين صحيح ودي حاجة بسيطة جدا في إنه كيف يختلط بمجتمعه يعني يشوف مجتمعه بيتعامل كيف دي برضو واحدة من الحاجات المهمة جدا كيف نقدر نعالجها. والله طبعا أولاد المغتربين مظلومين حقيقة شديد يعني أنت بتسكن في شقة الشقة دي مغلقة حتى نظره حتى نظر الولد الصغير تلقاه أولاد المغتربين بيمشوا مدنقرين لأنه نظره بس في الدائرة اللي عايش فيها صح. في السودان بيمشي بيكون بعين قدامه لأنه في مساحة شاسعة في مواضيع كثيرة أيوة في مواضيع الحاجة الثانية هنا يعني أنت بتكون حذر في كل تحركاتهم في كل اختلاطاتهم
في كل تعاملاتهم. يعني انت عارفين في ثقافات مختلفة في حاجات كثيرة، فانت لازم تكون يعني حريص. يعني مثلا انا اولادي لما عاوز اوديهم حتة، اول حاجة الام لازم تتعرف، يعني زوجتي لازم تتعرف على الأسرة اللي احنا صاحبة بدي ولا الولد. فانت بتكون دائما حذر، لانه مهما كان يعني تخاف من الاختلاط. في مشاكل بتحصل تفاديا للحتة دي، انت بتكون الاب وبتكون الام وبتكون الاخ. المشكلة انت بتكون ملتصق باولادك شديد جدا. كيف المجتمع بتاع المدارس مثلا كمان ده مجتمع براه وما عنده فرصة انه يختلط بمجموعة بتاعت ناس مختلفة، يعني من جنسيات مختلفة احيانا. صحيح. احيانا من السودانيين. صحيح. والله شوف انا بقول اختلط باي زول، لكن بالناس الممتازة. يعني مثلا انا ولدي بصاحب مصريين سوريين، لكن عن طريق عيني انا. يعني انا بمشي بجيبه من المدرسة، بعرف اصحابه، بيعزمهم في البيت، بجي بتعرف عليهم، بتأكد من صلاحيتهم، بعرف أخلاقياتهم، بتعرف على أبواته، يعني على بيوتهم، بحيث إنه أنا أكون ولدي ده في السيف سايد. ده ما في كل سن، يعني في سن معينة أنت بتقدر تعمل الحاجة دي. والله حسن عندي ولدي ممتحن. أنا شوف أنت ولدك ده لو خطيته في قالب معين إن هو صغير بتمشي. أيوة. القالب ده قد يتسع وقد يضيق، لكن أنت برضك بتكون أنت العين الساهرة عليه. إذن هنا دي واحدة من الإيجابيات اللي ممكن تربي ولدك بطريقتك الخاصة. صحيح. عشان ما يتدخل معاك في ناس زي ما قالت ناهد قبيلي، إنه عندها سلبيات وعندها إيجابيات كمان. صحيح. سلبيات إنه أنت تدخل ولدك في إطار معين، في طريقة تربية معينة، أنت بتقدر تتحكم فيه لحد ما يقدر. ولا كيف؟ حقيقة حقيقة ده كلام صحيح في الناحية دي، ما في أدنى شك، نتفق تماما في هذا النقطة. طب أستاذ عبد الرحيم، إحنا تربينا على قيم. صحيح. طفولتنا وشبابنا ما كان زي أطفالنا الآن. صحيح. بالتالي القيم والقيم والتقاليد اللي إحنا قمنا بيها هم الآن. إحنا ما هنتكلم عن المملكة أو في السعودية أو في الخليج، لكن هنتكلم عن أبناء المغتربين عموما. في بعضهم طبعا في دول أجنبية، يعني قد تكون فيها انفتاح كبير جدا. صحيح. أو قد يعترضك في حاجات كثيرة ولا. صحيح. يوافقك في أشياء كثيرة، تمام، بحكم أنهم هم القانون معاهم، أنهم هم كده. طب بتفتكر كيف إحنا كيف نقدر، خلينا من الأجانب، خلينا من الدول الأجنبية، تكلمنا في خلاص أوكي مغتربين، كيف إحنا ذاتنا تربيتنا اللي هي شوية نقدر نقول عليها كانت قاسية، كيف نقدر نجاوب مع هؤلاء الصغار الآن؟ كيف نربيهم؟ كيف التحديات شنو بتواجهنا الآن؟ التحديات زي ما تحدثت، بالنسبة لنا إحنا هنا بنكون بدرجة بتاعت انفتاح شوية أفضل. بمعنى إنه بتديهم مساحة يقدروا يتحركوا فيها كأطفال إلين يكبروا. فبالنسبة لنا هنا بس تربيتنا إحنا اللي تربينا بها نفس التربية اللي تربيت بها، أنت بتربي بها مثلا الأولاد هم نفسهم بدرجة كبيرة، بدرجة كبيرة. بس الجيل الحين اللي قايم هذا، أولادنا كلهم عموما انفتاحهم حتى على العالم الخارجي، على هنا، على الثقافات المختلفة، بيجوك بأشياء كثيرة فيها. يس كثير بيجوا بأشياء كثيرة، وفيها في الإيجابي، وبتلقى الإيجابي وبتلقى السلبي. السلبي بتتحدث فيه بحيث إنه توري إنه ده سلبي، والإيجابي بتوري إنه ده إيجابي. فبقدر تقدر تشكلهم بدرجة كويسة. معناها في الغربة بتقدر تكون قريب لأولادك، ما زي الأسرة ممتدة ممكن تشكلهم. كلمة تشكلهم دي في التشكيل حقيقي، ده الإنغلاق اللي إحنا في التشكيل حقيقي. في التشكيل حقيقي بيكون عندك درجة كبيرة. نعم. فيها ما في أبهاتنا زمان يعني ربونا على مثلا يا ولد سيب التلفزيون مثلا، يعني أسيح إنه هو سيب التلفون. صحيح. هم بيقولوا سيب نفس النمط، ونفس النمط، بل إنك تزاتك فيها تقول اتطورت مع الزمن وعرفت إنه الصعوبات اللي ممكن تواجه التربية شنو، زي ما أبوك عرف الصعوبات اللي ممكن تواجه تربيتك أنت شنو بيكون عرفها. لكن كمان نحن أصبح إنه الزمن ضيق، الوقت صغير جدا، كويس، الدوام كبير يعني على بال ما تجي أنت ما بتلاقيه أحيانا. الأم هي عندها دور الكبير. أيوة. ف
فهي تحسب مناطبك كمان انك كمتابعه برضه متابعه مع الام. والام عليها الاساس يعني بيقى اكبر من الرجل. صحيح. لانه الاب طول الوقت بالعمل خارج. فكيف المساله دي؟ كيف انتم بتلاقوا اولادكم؟ كيف المساحه اللي انتم بتفرضوها لهم؟ طبعا اكبر المساحه مع الام. انا في رايي طبعا التعليم عمليه معقده، التربيه عمليه معقده خاصه في 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 الزمن ده. لكن انت يعني اي حاجه بترجع لاصلها، انت الدين الاسلامي ده هو التربيه الصحيحه. يعني القران قال ولا تتجسسوا واعطوا الامانات الى اهلها ويا بني لا تمشي في الارض مرحا. حتى قيم والأخلاق الدينية إذا ربيت عليها ولدك من البداية حتى لو كانت جرعات من هو صغير، أنت كده بتنمي فيه القيم والأخلاق. لما نقوم بتعرف أنه القيم والأخلاق دي بتحدد مساره، بيعرف يعني مثلا حرام عليك أنا ما براقبك لكن ما تشوف حاجة، الكلام ده ما صح، ربنا بحاسبك. تدخل فيه يعني القيم الدينية. أيوة الوازع الديني، مش يعني ما بتكلم عن التدين، يعني انا بتكلم عن التربيه دون خوف. ايوه التربيه دون خوف. ايوه التربيه بدون. شوف اي طفل انت زرعت فيه قيم واخلاق ما تخاف عليه. ما تخاف، لانه في النهايه هي اللي بتحكمه. حتى لو مشى يمين او يسار القيم والاخلاق دي بتكون داخله عايشه جواه وبتهبشه في كل مره، بتصحيه اذا غلط او هنا. انت يعني ولدك ده انت ما بتربيه عشان انت بتربيه عشان يشيلك بعدين، ما بتربيه عشان يشيلك. طب واحده من المشاكل اللي ممكن تواجه الابناء اللي هم في سن مثلا نقدر نقول عليهم كبروا شويه من خامس سادس رابع سابع اولى ثانوي متوسط وثانوي، بنلقى انه هم يتربوا في بيئه ممكن طبعا بيئه المملكه العربيه السعوديه هي نفس بيئه السودان، ولكن هو لانه سوداني لكن متربي برا بيلاقي جنسيات اخرى داخل المدرسه، اثر ده كله على نفسياته. ما احنا درسنا في مدارس سودانيه معنا سودانيين من مناطق مختلفه بس كمناطق يعني، لكن كلنا سوداني. فلاحظ ممكن التهشت يكون في تشويش يعني كثير جدا، كيف نرجعه او كيف نحببه؟ ما انت في البيت برضه بتاكله اكل سوداني لكن لما نطلع مع اصحابه هياكل اكل ثاني. فهمت كيف نحن يعودوا للبيئه حقتنا نفسها السوداني، نعيش كيف ببيئتنا بحاجاتنا واحنا معروفين كسودانيين نشيل معنا حاجاتنا محل ما نسافر. والله انت اول حاجه الحاجات دي انت بتديه جرعات، بتربيه على انك انت في النهايه سوداني وانه يعني ما تقدر تطلع من الحته دي، عاشر من تعاشر ستفارقه. انت في النهايه مهما كنت هترجع لوطنك وحتعيش وسط اهلك، فلا بد انك تجهز لحته زي دي، لانه لو سبته يعني احنا بنشكر المملكه ملكا وولي عهد على انه يعني السنين دي كلها استحملونا وما قصروا معانا وقدموا لأبنائنا كل حاجة، بس في النهاية نحن هم أصحاب البلد. طبعا أكيد. عندي التداخل عندي تداخل بسيط. معظم التداخل الاختلاط أنا يبدو لي فيه نواحي إيجابية كثيرة كثقافات كغيره. فأنا بحس إنه أولادنا الحين الأسة قايمين ديل كمستوى تفكير بدرجة أفضل مننا. عالية. أيوة. أفضل مننا. صحيح. بدرجة عالية. ليه؟ لأن الثقافات يعني مختلفة. بالضبط. ففي نواحي إيجابية كثيرة في المسألة دي. صحيح. فبشوف النواحي الإيجابية أكثر، خاصة إنه زي ما قال الأستاذ طارق، ففي البداية أنت بتوريهم التراك اللي المفروض يمشوا فيه، وزي ما قالت الأستاذة ناهد إحنا هنا قريبين الحمد لله إنه المملكة والسودان قريبين من بعض، فعندنا إنه نقدر كل سنة الأولاد ينزلوا بتشبعوا بالأشياء السودانية بالتقاليد بالعادات بكذا بحيث إنه ما يكون في انفصال من السودان. فدي من الأشياء الإيجابية اللي إحنا حقيقة يعني بنكون ممتنين لها جدا، لأنه إحنا عندنا دي الهوية. دي الهوية لما نرجع. بالضبط بالضبط. نحن قبل ما نرجع لازم إحنا نشبعوا بالهوية السودانية يعني. صحيح. ده دورنا كلنا، ما دور الأب والأم بس يعني. صحيح. دور الإعلام كمان، دور في السوشيال ميديا هو طبعا العالم بقى غريه صغيره يعني. بالضبط. لكن انت عشان تشبعه بقيمك عشان يكون هو
كثير من الشباب اللي بيطلعوا اللي بيرجعوا من هنا بيسموه شهادة عربية وما شهادة عربية وشوية كذا بكون اللسان فيه لكنة شوية كذا يكون ما بتعرف على حياتنا القيمة دي كلها. اللكنة دي طبيعية حتى إحنا ناس 23 سنة من غير ما نشعر يعني بتكون عندنا يعني لما ننزل السودان كلمة سيارة بالضبط كذا. أيوة كثير من الأشياء في الأيام الأولى اللي أنت بتنزل السودان بتكون ساكت حتى إنه ما تقول كلمة تكون خطأ أو كذا. فلحد ما تخش في التراك بتحتاج لك كم يوم لحد حتى إحنا بالنسبة لنا. أيوة. هي ما في بعض الناس في السودان بيفتكر انه المساله دي شيء الناس بيعملوه ابدا. هي دي ليس اصله يعني هم بالضبط ابدا. القصه ليست كذلك. القصه انه احنا فعلا بنتناقش مع جنسيات مختلفه, سعوديين على كل الجنسيات, فشويه بتحاول تتماشى مع الجنسيات قريب من لهجتهم فبتخش لهجات كثيره بتحس انه اللغة بقت مختلفة شوية. نجي نواصل في الكلام ده بس أستاذ عبد الرحيم أستاذ طارق بس بنطلع نشوف الكنترول مجهز لنا شنو أغنية ونرجع نتواصل معكم تاني. خليكم معنا. شكرا شكرا جميلا للكنترول لاختياره لنا الأغنية. الأغنية جميلة يعني أغنية جميلة جدا. شايفة عجبت الأستاذ طارق كمان. عبد الرحيم كمان برضو عجبت الأغنية. الخالدي من الناس اللي شكلوا ذاكرة الشعب السوداني بأغاني جميلة ورفضوا الساحة الفنية بأجمل الأغاني. هم جيل واحد اسمه منو زيدان إبراهيم وهو هم الاثنين من مدرسة الشفيع اسمان الشفيع. تحية لكم. قبل الفاصل الغنائي كنا بنتكلم عن تأصيل التربية الهوية السودانية من واجه كثير من الصعوبات, كثير من الرفض بالنسبة للمفردات. يعني زول مولود هنا أو جهوي هنا من هنا صغير يعني وأبوه ده يعني قاعد يلاقيه بعد الدوام وبعد الدوام ذاته الأبو بيجي منهك وتعبان يعني ما قاعد يتونس معاه. هو طيلة وقته كمان في المدارس مع جنسيات مختلفة كويس. فشايف إنه المسألة دي هي ما واجب علينا إنه يعني أنا خلاص يعني دي البيئة اللي أنا تربيت فيها. لكن المجتمع هناك في السودان لما ترجع بحاكمك صحيح رأيك شنو في المحاكمة اللي بحاكم المجتمع السوداني اتجاه انه فلتت مني مفردة فلتت مني كلمتين ثلاثة هاي. في الحقيقة هي فعلا يعني بنواجه فيها عدم فهم للمسألة. فالحين احنا هسه اولادنا هسه بقول الحين الان اولادنا كلهم عموما مواليد البلد دي لما يرجعوا فعلا يعني اللغة السعودية نفسها بتكون موجودة فيه. يعني اللغة السودانية موجودة لكن بتخش مفردات كثيرة من اللغة السعودية بحكم التعامل هنا فبتكون موجودة عندهم. فأنا بشوف إنه يعني من الظلم إنه الناس تتمسك على بعض المفردات والأشياء هذه ويقيموا بها يعني هو ممكن تجرحهم الحاجة دي يعني على فكرة. هو طبعا الإنسان من البيئة جيبيه وحتى اللي بحاكمك ده جيبه خطه هنا هيتكلم نفس اللغة. ما أنت عشان تعيش مع الناس ما بتفرد لغتك دي ما ثقافات مختلفة. يعني أنا عايز أتكلم مع الهندي أتكلم معه بسوداني ما هيفهمني مش لأنه أنا لغتي لأنه ثقافته بتختلف. بدي حاجة وسط. أيوة بلغة البلد وفيها شوية ركاكة كده مقصودة يعني ماشي حالك. لكن أنت ما ليه حاكمك يعني هو نفسه لو جو قاعد هنا وجاب أولاده هنا خليك حتى من الدول العربية أولاده ما بيجوا من أمريكا بيتكلموا لغة إنجليزية ما بيقول لك ده ما بيعرف عربي. أخيرا أنا ولدي عربي فيه جزء. طب يعني معنى الكلام ده أستاذ طارق إحنا بندفع ثمن رفاهية الغربة يعني إحنا عندنا معاناة دون شك مش كده دون شك حقيقة. كيف يعني حقيقة المعاناة اللي إحنا بندفعها يعني ثمن الرفاهية كونه إنه نكون بعيدين من وطننا ده يعني ما تتخيل. حتى المسألة دي عندها قيمة كبيرة جدا جوانا. هم الناس في السودان ما بحسوا بالمسألة دي مع إنه يعني قبل فترة بتذكر هسه خلال أسبوع صديقنا الله يطرب الخير معتصم الجعيلي جالس في جلسة على شارع النيل وخات المنبر فبقول له تبدل يعني من كمية الأشواق إنه إحنا نكون هناك
كان خاتي هنا جوا المويه بالضبط، كان خاتي جبنه مع خاتي الترابيزه جوا المويه وخاتي ترمست المويه. مستحيل الان قاعد يعمل لنا في مغارس صعبه جدا يوم قراصه ويوم قاعده زي دي في الجبنه. القراصه بتاعته اشتهرت في الفتره الاخيره دي حقيقي. عنده قراصه برضه كمان في محل معين بيدعوا لها الشباب. تحيه اليوم من هنا بتصل جاي نطلع فاصل ونرجع. يا ريت لو بعد الفاصل بس نجي. فالمساله دي حقيقي الناس في السودان بعض الاشياء ما بيقيمها التقييم الحقيقي. فكونه انه يكون قاعد هم بينظروا للمعاناه فقط، ما بينظروا لكميه الاشياء اللي هم مالكينها في اللحظه. صحيح. يعني الجلسة حقت معتصم يعني كانت عن جد بصورة رائعة، كانت رائعة. فبقول له تبدل يعني، فبيقول لي وين انت؟ انا بقول له في السعودية. بقول لي ببدل، وعن جد لو كان في طريقة ابدل انا كان بدلتها. مجرد انه نكون بس في السودان ومع اهلنا. يا سلام. فمسألة حقيقة لا تقيم، لا تقيم حقيقي بأي قيمة مادية خالص. التحية للأستاذ معتصم الجعيلي. نطلع فاصل ونجيكم راجعين. بكم في الجزء الثاني من سهرة سهرانين. دائما تابعونا على اليوتيوب، على الفيسبوك، على انستغرام، على تويتر، وكمان ان شاء الله دائما في الاعاده الساعه 6 صباحا والساعه 2 ظهرا. احلى مساء دائما هو اللي بيكون معكم. المغتربين ومشاكل المغتربين اللي ما بتنتهي، واحده من مشاكلهم الاولاد وتربيه الابناء داخل المملكه العربيه السعوديه. انا ما بعتقد انه نحن بعيدين عن القيم. انا ما بقول على مشاكل، ولكن كثير بيدفعوا ثمن الغربه من روحهم، من نفسهم، من أشياء عشان أولادهم ما يتعلموا. ونحن نشكر حكومة المملكة فإنها هي تستضيف عدد أكثر من 4 ملايين سوداني أو 3 ملايين شوية سوداني في المملكة العربية السعودية. نالوا كثير من التعليم، نالوا يمكن الوظائف، والآن مشكلة أولادنا ما بنقول هوية ولا مشكلة قيم ولا تقلد، بالعكس اللي اكتسبوه هنا أكثر. حتى إحنا قاعد أقول لهم إحنا تربينا هنا، يعني إذا الواحد جاي متربي من بلده والحمد لله، ولكن زادت حاجات كثيرة جدا في الغربة والأسفار زادت لنا كثير جدا. سؤالنا لكم، الحلم في العودة للوطن. أنا بشوف الأولاد الآن، أولادنا دخلوا الجامعات وهم موجودين هناك. الواحد بعد ما يخلص الجامعة يجي يقول لك والله يا أخي ما عايز أقعد معاكم، عايز أشتغل في السودان، عايز أقعد في السودان، لأنه عاشر في الخمس سنين حقت الجامعة عدد كبير جدا من أصحابه هناك، من الجو اللي المفروض يرجع له. كيف المعاناة دي؟ ما هسي معاناة ما طف، إحنا ما بندعم عاطفة هسي. الآن أنت عندك في الثانوي لسه الراجيك كثير. يعني الراجيك كثير لسه اللي خلصوا الجامعة حيقول لك والله أنا عايز أقعد مع أصحابي هناك، عايز أشتغل هناك وعايز أكون هنا. وطبعا ده معناه برجع لجذوره، ده بينفي الكلام اللي بيقول المحاكمات اللي بيقولوا والمفردات، ورجع لأصله. ما هو ده أصله، بيرجع للغته، بيرجع لوطنه، بيرجع لأصحابه، بيرجع لبلده. احنا هنا فترة مؤقتة، ما في زول قاعد هنا خالد. لذلك انا بعتقد انه يعني اولادنا دي محطة في حياتهم، محطة في حياتهم. على فكرة بشيلوك بكرة كتار اولادهم رجعوا واشتغلوا هنا. أيوة. والابو قاعد الان، الاولاد هم اللي بيدفعوا الايجار، والاولاد هم شايلين البيوت. ما شاء الله. يعني زي ما انت بتبني بتلقى يعني. طبعا صحيح. طبعا صحيح. ما انت عشان تبني قبيل انا بس ما فيها يعني احنا عشان نتكلم عن التربية الصحيحة، التربية الصحيحة بتبدأ من اختيارك للزوجة. صح. يعني انت عشان تضمن ذرية صالحة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت بتمشي بتفتش في الأسر. انا ما بقول المدينة مثلا، انا بقول المحافظة، لانه الأسرة لما تختار انسانة محافظة ذات دين وقيم واخلاق بتسوق معاك الهموم اللي انت بيبينها. انت ما بتخاف، لانه لو ما زرعت انت هي بتزرع، هي بتأسس معاك. طبعا. فبالتالي ما بيكون في خلل في الأسرة، ما بيكون في خلل، لان انت جبت حاجة جاهزة من عندهم، تربيتها واخلاقها وقيامها، وانت بدأت تفرش لك الحاجات دي او بدأت تطلع لك الحاجات دي في اولادك. لذلك الأسرة لما تكون هادية وماشية في الطريق بتاع المحافظة بيطلع أولاد أنا بعتقد ما شاء الله يعني ما بتخاف عليهم، ما بتخاف عليهم. لأنه أنت يعني مثلا
واحد ما انا ما عايز اتكلم هنا لانه في ناس كثيره ما يقول لك لا انا ما بيهمني الاسره بتهمني البيت ما البيت دي بعدين بتجيب لك الذريه نبتي من اسره ما بتجيب لك الذريه وبعدين المثل بيقول لك اقلب القل الفم تطلع البيت لو والعرق دساس والعرق دساس يبقى انت ما عملت حاجه ده كلام جميل طيب نحن شفنا كثير من الشباب السعوديين بيتكلموا مثلا من السعودية أو من الخليج بيتكلموا كلام كله خليجي لكن لما تجي تشوف أعمالهم مثلا أنا شفت واحد مخرج كويس يعني القيم السودانية كلها في عمله الإخراج ده وما بيتكلم كلمة سودانية لكن القيمة اللي أنا بحددها في تربية الزول ده من خلال عمله ما من خلال المفردة اللي هو بيقولها لا طبعا يعني أنا شفت عمله الدرامي مثلا عمله كله ما شاء الله جالوس ومش لعيب وجاب حاجات أنا ذاتي يعني استغربت فيه وإنه ده شهادة عربية ومربى فدي قيمة نحن ممكن نقدر نحكم على الزول من عمله مش من مفرد من كلامه من مفرداته المفردة دي ما حاجة مؤقتة يعني انت انا قاعد هنا في السعوديه ولدي تم ودخل الجامعه في السودان مثلا ما يتكلم لغه غير اللغه السودانيه فهي ما حاطه في حياته بيمشي بعد كده خلاص بيمشي للاصل بتاعه وبيبدا يتكلم يعني انت ما في حاجه انا بعتقد ان طيب بعيد عن اللغه انت الان ربيت ابنك على طريقه معينه للحياه وحيمشي ان شاء الله الجامعه حيتواصل مع مجموعه ثانيه قد تغير كثير من المفاهيم اللي هو جايبها من برا نعم. تمام حيجيك راجع عشان يشتغل هنا او خلص او جه في الاجازات حيجيك بمفاهيم غير تعلم اشياء كثيره يعني قد يكون رافض لحاجات كثيره عندك حتى ولو تربص على فكرك قاعد تحصل كثير جدا يعني والله شوف هي التربيه قويه وكل شيء لكن من جدهم بعد ذاك بيختلفوا لانهم هم بيعاشروا ناس حتى جايين من دول اوروبيه يعني هم بيكون ابتلاء من ربنا دون شك دون شك يعني الاشياء دي حيكتسبوها وحييجوا وحتضيف لشخصيتهم شيء هذه دون شك يعني انت ما بتقدر تعمل الكنترول 100% عليه الإضافة في جزء ايجابيه ولا سلبيه والله شوفي في 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 معظم الاحيان انا بشوفها ايجابيه في معظم الاحيان قليلا من الاشياء اللي ممكن تكون سلبيه لكن عموما معظم الاشياء بيجيك ايجابي لانه اساسا الجيل زي ما قلت لك الجيل ده بيختلف من جيلنا فالانفتاح على العالم الخارجي بيخلي افقه واسع يعني اليوم انا عندي البنت عمرها خلاص 17 سنه بعد 4 ايام ولا 16 سنه لكن مستوى تفكيرهم عالي طيب الكبت بحس انه عالي الكبت مشكله لما نيجي لمساحه مفتوحه زي ما قالت ناهد بيمشي هناك مثلا بالضبط في الجامعه ويلقى المساحه مفتوحه وتكون كابته هنا كويس دي اي نعم هي ربنا نعم دي بيعانوا منها كل اولاد المغتربين بالضبط كده يعني انت بيكونوا انطوائيين نوعا ما لذلك احنا بنسعى غير انطوائيه لما نلقى هناك مجتمع مفتوح بيمشي في طريق ثاني بيسيب الانطوائيه دي لما نلقى هنا في كاب مثلا كابته هنا في السعوديه انت مثلا وفجاه كده وديته الجامعه بقى هو فري صحيح يعني حقيقة. من حقيقة يلا دي بتبقى القيم اللي قال الأستاذ طارق هي بتبقى بتنشئ عليهم من هنا تبدأ المسألة طبيعي انه حيكون في اشياء بالنسبة له ولكن الاساس طالما كان كويس يبدو لي تأثيره ما حيكون كثير طيب الاتهام بتاع اولاد المغتربين هم سبب مشاكل اولادنا نحن في السودان كثير في ناس بتقول لك والله اولاد المغتربين ديل هم سبب كثير حاجات ما كانوا عارفينها في حين انه كله افق واسع يعني النت ده بقى مفتوح بقى اللي حتتعلم منه صحيح. حتى احنا بنتعلم صحيح يعني. شوفي كل يعني في سبحان الله النفس البشريه دي ما مختلف في انحراف عنده رجوع وفي انحراف ما عنده رجوع الانحراف اللي عنده رجوع ده اللي انت زرعت فيه قيمه ده اللي اذا افترضنا انه انحرف اذا زرعت فيه قيمه انا قلت لك زمان قيمه دي زي الساعه اذا عطلت مده وشغلتها بترجعه تاني للاساس بتاعه طالما في داخله وازع ديني ما بتخاف عليه القيم كمان عاوزه مراقبه صحيح هو بيمشي بيختلط كمان بناس تانيين قد يكون هو عرف شو اللي بتاع المخدرات كويس انت ما تكتشف المسألة دي لا وهو يمشي بها يعني انت برضو قيمك اللي انت زرعتها فيه ودي ما خلاص انك خلاص زرعت فيه قيم حتنمو لا طبعا لا عاوزة سقاية عاوزة رعاية أكيد أيوة عاوزة مبيدات طبعا صحيح أكيد صحيح هو هنا لازم احنا انا قلت يعني انا
كل عمر وعنده حاجاته وكل عمر عنده مشاكله وعنده حلوله. يعني انت زرعت فيه الغيب ما بتفكه كده، لا ما ما ما, ما انت معناه لازم تراقبه يوميا بالتليفون. انا قلت لك مع منو مشى مع منو جاء اصحابه منو ارقام تليفوناتهم. طب نطلعك تسمع اغنيه، رايك شنو؟ نسمع حاجه نرجع نتواصل. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم تاني مره تانية بعد الفاصل الموسيقي. شكرا للكنترول لاختيار لنا الاغنيه دي، شكرا لكورها الموسيقى والدراما. الاغنيه كانت جميله، اختيارها استاذ طارق موجهه لك العديل كذا الاغنيه دي، صح؟ والله تكلمنا عن التربيه، تكلمنا عن القيم الموجوده. الان احنا شفنا شباب في المواكب متحدين مع بعض بيعملوا في حاجات صحيح. جميلة في تربية وطنية أصيلة، الخلفية بتاعتها والردود الفعل جات من تربية الجيل، أبوات الجيل ده. نعم صحيح، أبوات الجيل ده عندهم صحيح. تربية نحن شفناها وحس اللي مسناها في المواكب، اللي مسناها في الثورة دي يعني صحيح. خلقت نوع من الوعي الجمعي، ودي حاجة جميلة من الأشياء الإيجابية، تكاتف مع بعض. وكل الشباب ديل بغض النظر همهم في النهاية كل الوطن والسودان، همه إنه يكون أفضل، وإن شاء الله يكون أفضل بإذن الله. الجريمة اللي انتشرت في الفترة الأخيرة دي ما كلها من المواطن السوداني حقيقة، في كثير في كثير دخيلة علينا. أيوة. يعني ما من الغيم حقتنا، ولا يعني في سرقات خفيفة، أشياء بسيطة، في فئات محدودة بسيطة، بس انتشار الأخير ده لا طبعا أكيد. طب كلمونا عن أبناء المغتربين بعد ما يخلصوا دراستهم ويجوا راجعين المملكة العربية السعودية ووجودهم وسط أهلهم. قبل يمكن جاء على سياق الحديث أنه كثير من الأسرة الآن الأب ترجل عن المشوار ووقف وتلقاه يتنحى يعني، وبقى هو قاعد في البيت بعد ما ربى الأولاد، هم الآن ماسكين البيوت. أنا بفتكر أنه ده شيء إيجابي جدا جدا من المظاهر الكويسة يعني في الاغتراب والغربة وحب السفر نفسه وحب أنه البلد قدمت لي الكثير، أنا كمان حاجب أولادي يقدموا الأكثر والأكثر. كلمونا عن الرحلة العكسية يعني، زي ما كان بيربي هو الآن أولاده بيه معه هم اللي بيماسكين. أستاذ طارق دي يتكلم فيها. والله طبعا الحياة مراحل، ولكل زول عنده دوره في الحياة. انت عندك دور لمده معينه، بعد كده اولادك هم بيقوموا بالدور الثاني. انت لما تربي اولادك وتقريهم كويس اكيد هم هيحتلوا مناصب، انت في الوقت ده على ما اعتقد يكون قاعدته. فهو الدور اللي انت هيأته له وهو صغير جاء وقته، فبيبدا هو برضك تحمل المسؤوليه. ايوه ما انا ما ربيته ساكت، انا ما زمان قبل بترك. انت بتربي للزمن، ما بتربي انت لازم ولدك ده تربيه على 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 حاجات كثيره. الحاجات الكثيره دي القيم والاخلاق والمسل واحترامه لاخوه ولاخته ولعمه ولخالته، دي ما كلها قيم احنا قمنا عليها. لذلك لما تشبعوا بالقيم دي ويمشي لقدام بيبرك انت اكتر. وبعدين لما نشوفك انت بتبر ابوك وبتبر امك شيء طبيعي هيبرك. لكن انت يعني معلش، لو انت امك قاعده جنبك وما بتجيب خبرها، ابوك قاعد جنبك وما شغال به، طيب انت ولدك بعدين هيبرك كيف؟ كيف؟ لان انت ما سرحت فيه القيمه. لكن لما نشوف يا ولد ودي لابوك الدواء لجدك، يا ولد جيب الإبريق لجدك، يا ولد شوف جدك عاوز شنو، خدت له المخدة، طلع له البطانية، انت ما بترسله، انت بتديه قيم، بتمرن على قيم واخلاق لقدام انت هتشوفه فيك. انت لما تتعب ولما تعيا تلقاه قاعد جنبك، ما بزح منك، بيحتضنك، لانه انت زرعت فيه قيم وهو لسه متشبع به ومتذكره. لكن لما انت ما تزرع فيه نافر وكعب وتربيه. طيب من محاسن برضو الغربه بشوف بالنسبه للامهات اذا كانت هي بتربي عدد من البنات والاولاد، بشوف فعلا انه قادره علينا هي تحتوي وتحتوي مشاكلهم بصوره اكبر، تحتوي افكارهم حتى الاولاد اذا كانوا مع الاب اي ما الى ذلك. مرات الاماكن المغلقه بس عشان نحن قبل مرينا عليها مرور، لكن انا بشوف انها عندها حسنات على فكره. تربيه الغربه السودان بيربي معاك صعب
صحباتك، بتربي معك ناس تانين، بتربي معك الشارع، بتربي معك المدارس. هنا اي نعم المدارس في، لكن انت قادر تعمل الكنترول انت تكلمت عنه. انا ما بعرف، لكن بشوف هنا حتى المشاكل بين الرجل والمرأة ممكن تحتوى داخل هذه الشقق كويس بدون ما توصل السودان. هناك الوحدة بتزعل، ما شبيت امي، ما شبيت خالتي، ما شبيت ناس حبيبتي. هنا ممكن تكفي الاوضة الثانية وتقول اذا بيت ناس امي يعني خش الاوضة الثانية بس يعني. فبتكون الحياة مستمرة وبسيطة حقيقة. هنا تدخلات قليلة. أيوة. دي الخصوصية الوحيدة من الأشياء الإيجابية. دي الميزة من الإيجابية إنه التدخلات هنا قليلة. ودي ميزة إيجابية كبيرة جدا عكس السودان. يخلوك على راحتك كده. لكن برضو كمان اختيارك للمدرسة هو بشكل جزء كبير جدا من التربية. يعني بيشيل عنك عاهل كبير طالما هي اسمها وزارة التربية قبل صحيح. التعليم. صحيح. يبقى اختيارك برضو للمدرسة. هو ممكن تختار مدرسة تزرع فيه والقيم السودانية، ممكن تختار مدرسة لا يعني. والله هنا طبعا انت المدارس حسب سكنك وحسب هنا يعني في ناس بيقروا مدارس سودانية. انا اولادي بصراحة دخلت مدارس سعودية والحمد لله والشكر لله كل ما جاء ما عندها معنى كونها يعني انهم بيدرسوا هنا وبيدرسوا هنا ما يعني ما تشكل فارغ كبير على فكره. لا يعني لا لا حتى لا في اولادك ممكن يكون واحد في مدارس ممكن في ناس انترناشونال يعني برضه حقيقه. انا اولادي اساسا درسوا انترناشونال، اولادي كلهم درسوا انترناشونال. ف كان مهم بالنسبه لنا لانه المدارس السودانيه الوقت ده كان لسه غير مصرح لها يعني بالضبط كده. فما كان عندنا خيار الا الحكومه او الانترناشونال، فكان بالنسبه لنا افضل انترناشونال، خاصه انه اللغه الانجليزيه الحين لغه العالم. بالاضافه لانه انترناشونال بيدرسوا انجليزي بيدرسوا فرنسي فبيطلعوا بلغات. بالاضافه لذلك التعليم هنا، التعليم في المملكه ما شاء الله يعني تعليم ممتاز. السعودي قوي جدا على فكره. ايوه صحيح. ممتاز جدا التعليم هنا يعني مرتب جدا. وبعدين بيجيبوا عقليات من كل الثقافات من كل الاشياء، فالمسألة دي بتنعكس على الأولاد. فالأولاد بتجي بتلقاهم منفتحين ذهنيا في كل شيء. فبقول لك لذلك انه او الاولاد نحن بنحس هسه بانهم افضل مننا. نعم انت حتى وانت بتدرسهم يعني. وانت بتدرسهم بتتعلم على فكره منهم يعني من التعليم. ما انت ده مدرسه موجوده قدام عينك. حتى زمان كنت بتذكر في تحت ملحوظات بتكون للمعلمه او للامهات يعني في البيت او بدرس الاولاد يعني في انه يلاحظ لانه هو يدرس بهذه الطريقه او في ملحوظه فوق يقولها. فده كان مناهج الكركلم كان ممتاز جدا. صحيح. السؤال الاهم انت ذكرت حاجه هي جاتني على بالي، الخطط والبلان بالنسبة للأولاد. الآن أولادكم داخلين على مراحل الجامعات يعني. صحيح. نعم. فالاختيارات قد تكون الآن دائما بيقولون أنتوا عاطفيين دايرين أولادكم مهندسين وأطباء، بس في حين سوق العمل الآن ما عايز هذه الكمية والعدد الكبير، بتتدخلوا؟ يلا هذه النقطة أتكلم فيها أستاذ طارق. ف بحكم الأولاد ومستواهم يعني إنه جيد جدا كتحصيل علمي مستواهم في الطب، ف اتوقع انه الاولاد انه واحد يجي يقول لي البنت عايزه تطلع دكتوره، الولد جراح، ما بتتدخل؟ ما هسه عايز اقول لك هذه المساله ما بتدخل. انا سالت الولد هسه، الولد ما شاء الله نتيجته كانت ممتازه جدا، فبسال اقول له عايز تخش ايش انت يعني، على اساس انه داري افهم انه متخيل انه حيقول طب كذا. فقال لي لا انا ما عايز ادرس طب. قول انت مستواك كويس ممتاز يعني ممكن تبرع في المساله هذه في الجراحه في كذا. قال لي لا انا دار ادرس امن سبراني. يا سلام. عمره 15 سنه. يس. سوق العمل. فبقول لك انه عقليته منفتحه بدرجه اكبر مننا يعني. نعم. لما قال العباره انا بعرف انه ده تخصص العالم ماشي عليه. صح. لكن ما عندي التوسع فيه، فبعد رجعت عشان انا ذاتي اتعلم من المساله اللي انه فعلا انه العالم ماشي على هذا الاتجاه. ففي الحاله دي بقوم بضطر اخليه لانه بحس انه تفكيره في المحلات الزياده ما شاء الله عليه. والله ما شاء الله ربنا يوفقه. بيلقى نفسه هنا خلاص بالضبط كده. البنت بتقول انها عايزه تطلع طبيبه اسنان. ف قلت كويس البنت هنا ممكن توديها السودان تدرس عشان تشبع وكذا، اما الولد تقريبا يبدو لي انه صعبه انه يمشي السودان لعلم زي ده لانه علم نادر، فالا يمشي دوله خارجية. يعني انتم التدخل حقكم في حدود. استاذ طارق التدخل في اولادك بصوره سافره ولا الضغط عليهم يعني ولا لا براحتكم؟ لا هم براحتهم، لكن احيانا بتضغط لما تشوف هو ما هو لسه صغير يعني. ما يعني انا بالنسبه لولدي قلت له يا اخي تعال انا اوريك خش الدراسات سوق العمل لمده 10 سنين او 20، قلت له التخصصات الموجوده الحين لمده 10 سنين اللي هو الامن السيبرالي
الذكاء الصناعي، هندسة الروبوتات. قلت له دي وفي حاجة تانية ما متذكرها كلها يعني مجالات جديدة كمان. قلت له أنت عشان بعدين تعيش حياة كريمة وحياة مستقرة لأولادك وتبني مستقبل وأولادك تدخلهم، لازم تقرأ تخصص يريحك لمدة طويلة، يعني لمدة 10 سنين سوق العمل بيكون محتاج للتخصصات دي. جو طبة الثلاثة والاثنين ما عارفة، بعدين قعدوا هنا يفتشوا في شغل بيجاي وفي شغل بيجاي، مهم ما لقوا طريقة انهم يشتغلوا اطباء، فقاموا قعدوا فاتحين بس تلفوناتهم دي، تخيل بياخدوا منها الاي تي والامن والحاجات اللي انتوا تكلمتوا عن الذكاء الصناعي الاصطناعي. بس في 3 شهور قاموا لقوا نفسهم هم عارفين حاجات كثيرة، فلقوا فرصة بتاعت عمل الان بياخدوا مبالغ كبيرة جدا جدا على فكرة. يعني ما بتضرر انت دارس طب، صحيح. يعني صحيح. هم سبحان الله ربنا ما سهل لهم في هذا الطريق وما لقوا وظيفة، لكن دبروا حالهم بحاجة تانية. فالإنسان دائما يفكر ويشوف إنه ممكن يمشي كده. نعم. العالم منفتح. العالم منفتح. والعالم بيحددوا هم إنه وين يدرس، يعني ما بالضرورة إنه إحنا ملزمين إنه نوديهم السودان يدرسوا عشان يقدروا يعوضوا الثقافات. لا زي ما قال هسي دي الأستاذ إنه هو اختياره للمجال ده أو اتجاهه ده خلاه إنه يغير مسار تفكيره في إنه يدرس وين. صحيح. بيدرسوا في حتة أصلاً موجود فيها العلم ده. ممكن. وورد هم بيجوك محددين، بيكونوا أساساً بيكونوا محددين عارفين وين إنه المنطقة كويسة وين المنطقة الكذا. شوف الواحد ما بيحب يتكلم في السياسة، لكن حقيقة ما في داخلة براءة على فكرة. ما بتتجزا، ما في حكومة مربوطة بكل شيء. ما في حكومة جات لغاية حصة أنصفت المغترب. لا هو لا أولاده. صحيح. يعني أنت أنا مغترب قعدت كنت بدفع ضرائب، لما يعني أقول لك شنو حصلت لي ظروف رجعت حصلت لي هنا، طيب أنت هتعمل لي شنو؟ شنو أنت لازم يكون في، يعني بصراحة ووضوح شديد لازم يكون في وقفة من المغتربين، وقفة جامدة يطالبوا بحقهم زي ما كل زول في السودان حسب طالب بحقه. ليه المغتربين ما تطالب بحقك؟ زمان قلنا عاوزين جامعة، يقول لك أولاد المغتربين أنا بدفع بالدولار. أنا الليلة المغتربين اللي قاعدين هنا لو منعوا التحويلات أنت بتقعد تكورك، بتقعد تقول يا جماعة المغتربين ما حول، واحد قال للمغتربين ما عندهم قيم. أنت قيم وأخلاق أو أنا أرسل لك وإنت ولدي تمشي الدار أقل جامعة في السودان ب20 ما يعادل يقول لك 2 مليار. في مصر الطالب 650 700 الطب دولار. حتى انت ليك انت خليك من الدراسة، ليك انت ذاتك كأب يعني المشاريع والتسهيلات الممكن تكون المفروض يكون في برنامج، يكون في رؤية واضحة، يكون في دراسة استراتيجية يا جماعة يصنفوا المغتربين انت دفعت كم بتدفع كم، عندنا أرض عندنا دك زي إثيوبيا. أيوة زي إثيوبيا. إثيوبيا عملت كده شجعتنا الناس دي مشت بتحفزك. إثيوبيا بتحفزك إنه كل الدول بتحفز إلا السودان بدمرك. حتى كمان المستثمرين الخارج السودان غير إن الدراسة والحاجات التانية دي، حتى لو أنت مشيت مستثمر يعني بيفرضوا عليك حاجات كثيرة جدا. صحيح. بتكرهك في الاستثمار ذاته. يا أخي إحنا دولة ما عندها مؤسسات، لو عندنا مؤسسات ما كان حصل. ما في فيجن اصلا، ما في إدارة اصلا، ما في إدارة اصلا تدير. ما في احنا هسه 2 ولا 3 سنين ورا عشان نعمل مجلس تشريعي ولا هنا ما في. كل واحد يقول لك ويتاجروا بدم الشهداء وده يقول لك ده كلام فارغ ساكت. طب يا اولادنا نحن طالما على ذكر يمكن الموضوع ده عشان نطلع منه، اولادنا الان وتحديات الشارع والموجود الان في الشارع، عوده كثير منهم يعني وهم يعني انفصلوا عن اصحاب بالنسبه لهم، توفوا او حصل لهم اي نوع من بتر العضو او ما الى ذلك اذا كان عمى او كذا، نفسياتهم يعني كثير بنحس انه اولادنا يعني يوميا ممكن تسمع حاجه يعني صاحبي وصاحب صاحبي وحصل له ده كله، كيف وتاثيره عليه ووقوفكم معه؟ والله طبعا انا زي ما قلت لك ولدك ده انت بتجهزي من ابنك ده بتجهزي من هو صغير على كل حاجه. يعني مثلا انا كنت الصباح بفكر يا ولاد بنزل يا ريتال انزل ادي ده ريال للولد الزول بتاع الصحه بتاع البلديه يا اواب انت بتزرع في غيرهم زي ما قلت لك من هو صغير قيمه العطاء. اي وقيمة المشاركة والوجدان وإحساسه بالناس وإحساسه بأصحابه. أيوة إنسان. أنت إنسان، أنت إنسان في النهاية، يعني صاحبك ده حسب بتتأثر هنا لكن بتقف معه، لازم توريه إنه يقف معه،
لغايه ويشاركوا محنته ويكون عنده يعني حضور وجداني وحضور فعال في علاقاته مع اصحابه. بتنفعوا حتى بعدين بالمناسبه الحاجه دي في حياته هو يعني نفسه. انا قاعد اقول له مثلا اصحابك كل يوم بقول لك تعال نمشي. لا ما كل يوم، ما ضروري تمشي كل يوم. قول له من ليل انا تعبان، مش عشان انت، لا عشان انت ذاتك توجد لنفسك مكانه يعرفه. في حاجات كثيره يعني بقت صعبه، لكن هو الواحد بقدر الامكان بيحاول بيتمسك بيمسك الخيوط بتاعة التربية دي كلها وبيعرف متين. يعني هي أولادنا تقريبا كلعبة العروسة ديكا والخيوط في يد الأب والأم لغاية ما نوصل لمرحلة معينة. ما كلهم طيب نسمع غنية ونجي نشوف إنه ما كل الأسر هي عندها هذا الرابط وهذه الخيوط اللي ماسكة بها أولادها كويس. أكيد في شواذ في المجتمع. بعد الفاصل بعد نسمع غنية. شكرا شكرا جميلا خليل إسماعيل. كمان برضو هو رفض الساحة الفنية بأغنيات جميلة جدا، مختار أغاني جميلة خالدة في الذاكرة، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح الجنات إن شاء الله يا رب. شكرا كمان للكنترول الأحدان الأغنية الجميلة دي. قبل الفاصل الموسيقي تحدثنا عن أنه هو التربية دي عبارة عن لعبة عروسة ماريونيت بيحرك الفنان باللطف، مرات بمحبة شديدة، مرات بصادقة يعني وبصاحبة يعني بخليها هي صاحبة عشان تقدر تأدي أداء أو توصل الرسالة اللي هو داري يوصلها بها. تكلمنا من الناحية دي. الشاب لما يصل عمر معين مفترض أنه يكون هو أو من صغير ممكن تصاحبه يعني. من صغير ممكن ذا الحاصل يعني من صغار أولادنا إحنا يعني كان الأولاد كان البنات والبنت مصاحبين نوم يعني، ودي أفضل طريقة بالمناسبة إنه كل شيء بيجي بيتكلموا معك فيه. كبير جناك خاوي. بالضبط كده، حتى صغير بالمناسبة. حتى صغير يعني كل ما كنت قريب منه كل ما كان أفضل. أهلنا زمان بيقول لك العقدة من هي وخضرة. صحيح. يعني الجريدة دي لما تعقدها وهي خضرة بتكون مسكتها ممكن تقعد مئات السنين، وزي ما أشوف ناسي في بيوت الجالوس في سعف رابطين بيه ولا ناي قاعد سنين طويلة. كمان إحنا اليوم عندنا عالم افتراضي، كمان عالم افتراضي محتاج مننا لجهدي أكبر في التربية والمتابعة. عالم افتراضي إحنا قد نكون هن أقرب منه لينا. صحيح. إحنا قد نكون شوية كذا بعيدين، ما عندنا ده. كيف إحنا بنقدر ندعم العالم الافتراضي بتاعه ده؟ أنت لازم يعني تتدخل فيه زي ما قلت لك، إذا زرعت فيه القيم الحرام والحلال وده عيب وده ما صح وده، أنت بتضيق المساحة. الحاجة الثانية أنت بتراقب من بعيد، ما هي بتشوف سلوكياته كيف بتشوف. يعني ما في حاجة واحد يقعد اليوم كله في جوال، ما في حاجة بتكفل على باب غرفته وتقعد من مدة طويلة. لازم يكون في مراقبه لصيغه، خاصه في 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 الفتره اللي هي فتره التكليف للابن. انت ما بتخليه يعني، انت بتكون مراقبه وماشي معاه خطوه بخطوه. متى ما شفت ان ما هي اي واحد بيه يكون معاك يحكي لك يونسك عشان انت تعرف بدون ضغط بدون خوف. لا 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 بدون خوف. انت بتفتكر انت في الغرفه الثانيه هو نايم بتقول خلاص ولدي في امان. أيوة. حشيته ونايم. قد لا يكون في امان، قد يكون مع عصابات داخل هذه. انا بقول لك عشان كده هو انت اول حاجه مديه الصغه وخليه يمشي على الحته دي، وانت مع الصغه انت متابعه كانك مركب له جهاز بتاع بس يلا بتكون في حته المراقبه او المتابعه، وشكل المتابعة بتختلف من متابعة لمتابعة. لو بقت كمان فيها تجسس وفيها ممكن قد يكون يعمل حاجات أصعب. أنت ما بتتجسس. بالضبط كده. أنت ما بتتجسس. نقدر نشوف شكل المراقبة ذاته كيف. شكل المراقبة إنه جوالك ده أنا ممكن أخذه عشان أتصل. أنت ما بتتجسس. جوال بيتك دي ما يأديني أتصل. أنت ما بتتجسس. أنا بفترض إنه أي شيء يكون وضوح. لا هي ذاتها تيجي تحكي لك يعني. هي طبعا اذا دخل علي ماما شوفي اذا دخل علي الولد ذاته يقول لك شوف الحاجه دي يا ابوي انا ما عاجباني.
السلوك بتاع شباب معينين مثلا يعني. أيوة. يلا دي انت ما لازم تزرع عشان تيجي تلقى النتيجه دي. ما انا بقول لهم يعني، انا دائما بقول لهم يعني ابنائكم امانه في عناقكم، اي اسره ولدك ده امانه ربنا بيسالك من يوم القيامه. يعني الشواذ والحاجات اللي بنشوفها حسي في المجتمع السوداني، والله اي اسره فيها انحرافات الله بيسالك يوم القيامه منه، لانه انت ما قدمت كل اللي عندك، طلعت زول ما عندك ما 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 يعني الامانه دي ما حفظتيها ولا ام ولا اب يعني. ايوه والاب ما صحيح ضغوط الحياه، لكن ما بنلقى مبررات، دي ما مبررات انه ولدك يطلع فاسد ولا بنتك تطلع فاسده، دي ما مبررات، كله كله مبرراتها انت السبه، انت السبه، انت السبب وهي السبب. طيب احنا حلقتنا ان شاء الله انتهت، وسهره كانت جميله جدا معاكم، كلمه اخيره لواحد منكم في دقيقه تفضل. والله انا بناشد الحكومه انه المغتربين دي لازم اشوف لهم حل، لازم يكون في مؤسسه، يكون في حاجات تخص المغتربين. الحين في مغتربين كثير بيعودوا للوطن، لازم يلقوا ملجأ، لازم يلقوا بيوت، لازم يلقوا شغل، لازم يلقوا حاجات كثيرة، يعني يكون يعني يكون عندهم مصدر دخل، لأنه أفنى حياته كلها أنت بتاخذ منه ضريبة، أنت ما خليته، أنت بعد ما هو وقع أنت بترميه. ده ما أنا يعني بعتقد أنه لازم يكون في وقفة جادة، ولازم المغتربين ديل ياخذوا خطوة جادة عشان يعملوا حاجة خاصة بهم. تفضل. احنا بنشكركم على هذه الاستضافه، وبنتمنى يعني انه بلادنا تكون في خير ورفاه، وان شاء الله ربنا يرفع عنهم كل هذا البلاء، ونتمنى انه يعني نرجع لبلادنا وتكون في افضل حال باذن الله. باذن الله ان شاء الله، ان شاء الله ربنا ينعم علينا بالخير والبركه، ونستقر سياسيا واقتصاديا ان شاء الله، ونرجعوا بلادكم سالمين قانمين. شكرا لكم كثير، كنتوا رائعين جدا، اخذتونا الليله بكلمات وبمعلومات قيمه جدا، اشكركم جدا، شكرا لكم. ان شاء الله يكون عندنا سهره ثانيه ان شاء الله استمتدال للموضوع، الموضوع كبير وشاسع ومهم جدا. كمان شكرا لمشاهدينا الكرام اللي تابعونا من بدايه الحلقه وجونا في نص الحلقه، شكرا لكم، وتابعونا كل يوم سهرانين معاكم انا وناهد ان شاء الله. اراكم وملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ده كان موضوع سهرتنا لليله، حتى نلتقيكم غدا في نفس المواعيد ان شاء الله. وشكرا لك يا ناهد. شكرا لك اعزائي المشاهدين، شكرا لكم كمان انتم، شكرا ضيوفنا الاكارم داخل الاستوديو. تابعونا دائما في الاعاده الساعه 6 صباحا و2 ظهرا، احلى مساء دائما هو بكون معاكم. تابعونا كمان على تويتر، انستغرام، على فيسبوك، على التويتر واليوتيوب. مع السلامه.